قال الرئيس الروسي: أنا أيضاً زرت أوكرانيا الشرقية ونهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في هذه الدولة. وبعثت البعثة الأوروبية طبعا تلعب دور كبير في ضمان حالة وقف إطلاق النار، ونعول على التنفيذ الجيد لاتفاقات مينسك واتخاذ الخطوات المناسبة لتخفيض حدة التوتر في هذه الدولة. وروسيا أيضا ستساهم مساهماتها للتوصل إلى السلام الدائم. وأشكركم على هذا اليوم في موسكو وإمكانية اللقاء مع الوزراء وممثلي المجتمع المدني، وعول على إمكانية مواصلة حديثنا. ونبدأ من ضيوفنا في توجيه الأسئلة. كان شنايدر، قناة ORF. تحدثنا في موضوع أوكرانيا. نمسا تدعم البعثة قوات حفظ السلام، لماذا روسيا لا توافق على مكان تواجد قوات حفظ السلام؟ أنتم على علم ما، ونحن كنا قد بادرنا في تنظيم هذه القوى لتنظيم قوات حفظ النظام للأمم المتحدة في شرق أوكرانيا، وقبل أن يقترحها الرئيس بلاشينكو، ولكن كنت قد ساندت هذا الأمر. ولكن يبدو أن هذا لا يكفي، وكما نرى فهم يحاولون أن ينشروا هذه القوات على كافة المساحة، ولكن في البداية كان المطلوب هو ضمان حفظ أمن المراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على خط التماس. ففي البداية أوكرانيا كانت قد وضعت المسألة بأنه يجب تسليح العاملين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكن منظمة الأمن والتعاون رفضت هذا الأمر وقالت بأن ليس لديها مثل هذه التجربة، وليس هناك شخصيات التي يمكن أن يسلحوها. والأمر الثالث فإنه بعد أن يستلم أعضاء هذه المنظمة السلاح سيصبحون أهدافا لطرفي النزاع، ولذلك كان مطلوب ضمان أمنهم ووضع قوات حفظ النظام تابعة للأمم المتحدة بجانبهم. وبعد ذلك فإن المستشارة الألمانية وضعت المسألة على الشكل التالي: فإن قوات أو أعضاء المنظمة يوجدون أيضا على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، فلماذا لا يمكن تواجد هذه القوات أيضا على الحدود بين روسيا وأوكرانيا؟ فقلت نعم يمكن أن تكونوا على حق، فليكونوا هناك عندما سيقومون بمرافقة أعضاء المنظمة. نحن ذهبنا حتى إلى هذه الخطوة، ولكن أيضا هذا لم يكن يكفي، فهم يريدون أن يكونوا موجودون في كل مكان، وهذا يعني أنهم يريدون أن يضعوا كل هذه المنطقة تحت الإدارة الدولية. ولكن نحن لسنا ضد، ولكن يجب أن يتفقوا مع الإدارة لهذه الجمهوريات، لكنهم لا